هتافات وأهازيج فلسطينية بات من المعتاد سماعها قرب الجامعات الأمريكية. لم تثني حملات القمع الممنهج طلاب الجامعات الأمريكية عن الاستمرار في انتفاضتهم الداعمة لفلسطين والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، بل على العكس امتدت لتشمل عددا من أطياف المجتمع الأمريكي. جئنا إلى هنا للتعبير عن دعمنا لهؤلاء الطلاب الشجعان من خلال دفاعهم عن العدالة والتغلب على حملة الدعاية والترهيب الهائلة. لم يعد الحراك الداعم لفلسطين يقتصر على مشاركة الطلاب أمام جامعة نيويورك، وللمرة الأولى منذ انطلاق شرارة الاحتجاجات يقيم الأساتذة والأكاديميون مخيم اعتصام خاصا، مطالبهم واضحة: وقف التعاون مع الشركات الداعمة لإسرائيل، وإنهاء وجود الشرطة في الحرم الجامعي، وإلغاء التهم ضد الطلاب الذين جرى اعتقالهم في وقت سابق. أما في أوروبا فيزداد الحراك الداعم لفلسطين زخما، من فرنسا إلى إسبانيا وهولندا وسويسرا وغيرها من الدول. في العاصمة الإسبانية مدريد انضم فنانون محليون إلى مخيم أقامه طلاب مؤيدون لفلسطين في جامعة كومبليتنسي للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية في غزة. لقد جئنا إلى هنا لإظهار دعمنا لحقوق الإنسان. كل من يتظاهر لمصلحة غزة، لمصلحة فلسطين، إنما يفعل ذلك لمصلحة حقوق الإنسان. من المهم جدا أن نكون هنا لدعم الحركة الطالبية، وهي أيضا حركة طالبية عالمية في عدد من البلدان. إنهم يسيطرون على الجامعات في جميع أنحاء العالم. هو حراك لإعلاء الصوت في وجه الظلم. الإنسانية كما يؤكد المشاركون في التظاهرات المحرك الأساس لاحتجاجهم، ويبدو أن سياسة القمع والترهيب تؤتي بنتائج عكسية وتشعل انتفاضتهم أكثر.